ونحن نستعد لاستقبال شهر الصيام، شهر ترتفع فيه نسبة الاستهلاك بشكل كبير على مائدة إفطار ناس الحسيمة. الوجبة الأكثر حضورا سمك السردين. ولضبط الأسعار لجنة مختصة في مهمة المراقبة، والمراقبة ترتفع في هذه الأيام، والمخالفة قد يواجه غرامات مالية وأخرى تأديبية. فؤاد العزوزي ومحمد حجوب من الحسيمة. سمك السردين طبق مفضل لدى سكان الحسيمة في مائدة الفطور الرمضانية، لكن ثمن الكيلوغرام الواحد من هذه المادة يشهد ارتفاعا في الأسواق في شهر رمضان الأبرك، زيادة تثقل كاهل المستهلكين. دابا في رمضان كيكون ديما طالع، ما كيكونش هاو دابا في الآونة الأخرى، المهم من غير رمضان كيكون شوية، ولكن بالنسبة بحال السردين راه كناكلوه ب 20 درهم. 20 درهم بعض الخطاط عاد كيطلع حتى في رمضان يقدر يوصل 30 درهم. ارتفاع الأسعار قد يزيد في شهر رمضان الأبرك نظرا للإقبال الكبير على الاستهلاك، لذلك فعلت لجان المراقبة بعمالة الحسيمة للحد من التجاوزات المرتبطة أساسا بعدم تفعيل إشهار الأثمان وانعدام النظافة أو الغش في الوزن أو الزيادات غير القانونية. الناس ديال المراقبة كيجيو عندنا كيحسونا وكيوعيونا بزاف ديال المسائل حنايا كنكونوا ما كنعرفوهمش، بحال المسائل ديال النظافه والمسائل ديال الكفته البطائق الصحيه. وبعماله الحسيمه اجتماع موسع عقد بحضور كل المصالح المعنيه للوقوف على الوسائل التي تكفل المراقبه الجيده للتمويل في الشهر الفضيل. اتخاذ التدابير اللازمه لمواجهه جميع الاختلالات التي يمكن ان تقع في المضاربه او محاوله الاحتكار او المضاربه في الاسعار او الغش في الوزن الى اخره. ونتيجة لهذا الاجتماع كانت توصية المنبثقة أساسا هنا هو تشديد المراقبة، ولكن بشرط يكون في الثلاجة. تشديد المراقبة لا يجب أن يكون مناسباتيا في الأسواق حفظا للسلامة والصحة وإلولة دون ارتفاع الأسعار التي تلهب جيوب المستهلكين، خاصة بالنسبة للمواد الأساسية التي لا غنى عنها طيلة أيام السنة.